السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عبد الله القصاب. راح نتكلم اليوم عن الاضطرابات الشخصية وعلاقتها مع بيئة العمل. الحين احنا نعرف ان هناك اضطرابات عقلية، اضطرابات نفسية تختص بالمزاج، تختص بالشخصية، وشرحنا قبل اللي تدش عن طريق المزاج مثلا، قد تكون مثل الاكتئاب، قد تكون مثل أشياء أخرى مختصة في مثل انفصام الشخصية، وفي اضطرابات الشخصية اللي تتكون مع الوقت، اضطرابات اللي تختص بالمزاج أو حتى الأشياء اللي تخص باضطرابات سيالات العصبية قد تحتاج أدوية، لكن الاضطرابات اللي خاصة بالشخصية ما تعالج بالأدوية قد ما هي تعالج بوجود مختص نفسي أو معالج نفسي، مو حتى طبيب نفسي. طيب هذا في حياتنا اليومية، لكن تأثير هالأشياء في بيئة العمل وايد مهم. مثلا إذا كان في شخصية فيها اضطراب انفصام الشخصية وهو اضطراب مزاجي، هذا الاضطراب يمكن يخلي حدود في توظيف الشخص في أشياء مثلا إسعافات أولية، لكن إذا ما كان في تشخيص لهذا الشخص ثم راح داوم، شو المضاعفات اللي يمكن تصير؟ طيب احنا نعرف الآن الجانب السلبي في هذا. طيب إذا كان مثلا في قطاع في كثير من إجراءات الأمن والسلامة، أي اضطرابات اللي يمكن ما تناسب هاي الوظيفة، ناهيك عن ترابط هالأشياء مع التقييم السنوي، أو حتى هل في معايير تقييم خاصة فيها أو سياسات خاصة فيها في سياسات الموارد البشرية؟ وإذا كان موجود نسبة هالاضطرابات التي يعني أقيست ووضع لها أرقام بحسب إحصائيات في الإمارات، وكيف تأثيرها على سير المجتمع أو إنتاجية المجتمع أو إنتاجية الشخص في بيئات العمل، وهل لها تأثير مباشر أم لا، وهل في طريقة نقدر نتجنب هالأشياء؟ غير عن هذا كله، هل في اضطرابات شخصية يمكن تناسب بيئة العمل أن تزيد الإنتاجية؟ هذا كله راح نشوفه اليوم في موضوعنا لاضطرابات شخصية في بيئة العمل. احنا الحين نتكلم عن الاضطرابات العقلية، ما نتكلم عن اضطرابات العقلية في الحياة الشخصية كإنسان، في علاقاته الاجتماعية، في علاقاته العاطفية، احنا نتكلم عن تأثير الاضطرابات هذه وهو في بيئة العمل. يعني حاولوا يسوون أبحاث يشوفون تأثيرها إذا كان في تأثير مباشر أو لا، وبعض الدراسات طلعت مخالفة للتوقعات اللي هم حطوها عن الاضطرابات. فمثلا اضطراب الشخصية الوسواسي هو غير عن اضطراب الوسواس القهري، للتنبيه OCD OCPD في خلط دائما يصير بين الاثنين، اللي هو اضطراب الوسواس القهري يقولك لا أنا باها مضبوطة يمين يسار، فأنا يمكن عندي اضطراب الوسواس القهري، بينما هو قد يكون شيء يختص بالشخصية إنه يحب الشيء يكون كامل متكامل. اضطراب الوسواس القهري قد يحتاج أدوية، لأن الإنسان يتوهم إن إذا مثلا ما صك الباب 3 مرات بتصير مصيبة في الدنيا، أو إنه طلع من السيارة وغلقها لا يشيك 7-8 مرات مش مرة مرتين. هذا الوسواس القهري اللي قد يحتاج عقاقير، لأن الإنسان ما يقدر يكون منتج. فهني نقول الصحة العقلية أثرها وايد قوي. اضطراب الشخصية الوسواسية هذه اللي هو OCPD هو يخصها في موضوع أنه يحتاج الموضوع يكون كامل متكامل، ويهمه أن طريقته هو اللي تمشي، لأنه مش مؤمن أن الطرق الأخرى من الناس الآخرين راح تكون مضبوطة مثل طريقته هو. يعني كيف يمكن عندك واحد جديم متقاعد لا ويقول لك ركب عجل السيارة مثل ما أنا أقول؟ طيب لو حطيت مثلا القطعة اللي فوق قبل، لا حط اللي تحت قبل اللي فوق. احنا نضرب مثال، احنا ما نقول متقاعدين كلهم كذا مستحيل يعني، لكن هذا مثال فقط لتقريب المصطلح. الحين الشخصية اللي فيها الوسواس هني، هذه طلع الافتراض ان ظنوا ان هالشخصية راح تكون اكثر صعوبة ان تشتغل مع مدير او مع زميل، لكن طلع الشخصية اللي هي يسمونها الانتي سوشال، الشخصية اللي هي مش اجتماعية، اضطراب الشخصية الانعزالية اللي هي مضادة لانه يكون عندها علاقات، ظنوا هاي ايضا راح يكون تأثيرها في العمل اكثر لان هي انعزالية.
لا طلعت هاي ثابتة ولا طلعت الأولى ثابتة، فما رام يحطون فرضيات في الموضوع، لكن الغاية كانت أن لها تأثير. التأثير الثاني اللي راح يكون مهم، إذا كان في مثلا قلة التركيز المصاحب بنشاط الزائد، أو قلة التركيز المصاحب لفرط في الحركة المعروف بـ ADHD، نعم هذا يقل يعني تأثيره، بل حتى يختفي تماما لما ينتقل الشخص من المراهقة إلى مرحلة البلوغ، أو حتى في المراهقة نفسها الناس تخلط بعدين بين التوتر والقلق، لأن أعراضه تتشابه مع أعراض الشخص اللي فيه مرض قلة اضطراب قلة التركيز المصاحب لفرط في الحركة، لأن الأعراض قد تتشابه لكن في الحقيقة ما يكون في تشابه، لأن أصلا نسبة الأطفال اللي فيهم قلة التركيز المصاحب للحركة قليلة، لما أن يكون موجود معاه إلين فترة البلوغ تكون واحد من 40 طفل في هذا الاضطراب، والأربعين هاي اللي يكونون 40 من يمكن 1000 طفل، فأقل وأقل وأقل. لكن شخص في قلة تركيز ومصاحب بفرط في النشاط في الحركة، هل هذا الشخص أقدر أقول أن هذا من الآمن أن أوظفه في مكان في أمن وسلامة كبير، مثل مفاعل نووي أو حقل بترول أو حقل بري أو بحري، أو مكان يحتاج إلى تفاصيل، أم أنه يتناسب أني أحطيه في مكان فيه تسويق، أو مكان فيه عصف ذهني، أو وضع استراتيجيات، أو بعض المشاريع اللي تختص في وضع فريق عمل لبداية المشروع، أو حتى في جلسات وضع السياسات، أو حتى في اللي يسمونهم خزانات التفكير الثينك تانكس، اللي هي يلسون فيها مختصين من كذا مكان ونقول نحطي بدايات سياسات ونشوف التتبعات اللي بتطلع عقبها. هني حطينا احنا واخترنا شخص مختص في هذا المجال وايضا هذا الاضطراب اللي فيه، بالعكس سهل تطوير هذا الشيء. حتى اللي فيهم توحد، هذا يعني من الاضطرابات اللي تختص فيه شيء مو معروف فعلا ليش يصير، لكن يكون مختص في ترابط الخلايا العصبية في الدماغ. منهم اللي يكون عنده ذاكرة قوية جدا، انه مستحيل ينسى معلومة، مستحيل ينسى ذكرى، بل يمكن يحفظ لك فوق 10,000 كتاب ويعرف الرقم حتى، هذا يكون كأنه محرك بحث يتحرك معاك لأي معلومة تباها، تخليه يقرأ 1000 صفحة وما راح يمل. هني لما تكون في أبحاث على سياسات، هالأرقام والأبحاث كبيرة، وانت ما تبى يعطيك رأيه الخاص في الاستنتاج، تبى يعطيك المعلومة نفسها، هذا الشخص يكون مفيد في هذا المكان وهذا المجال. بل في أحد الأماكن في العالم بنوا على فكرة فيلم عليه مشهور، اللي هو اسمه رين مان، مبنى على شخصية حقيقية لشخص يعمل أمين مكتبة في أحد المكتبات الوطنية، ووجوده هناك زاد من إنتاجية المكتبة، بل عرفوا محتويات الكتب بسهولة أكثر، بدل ما يختارون أشياء عشوائية، خلاص هذا الرجل يعتبر محرك بحث لكل الكتب. هني حتى بعض الاضطرابات النادرة إذا عرفنا وين نقدر نحطيها مفيدة، بس ها مش معناه نشوف الجانب الإيجابي فقط، الجانب السلبي أيضا، لكن خلنا نشوف التفاصيل أكثر مع بعض. لكل شخص عناصر مو غريبة، لا غير عادية، لكن لما الغير عادية تصير بطريقة ظاهرة للعيان أو مؤثر على إنتاجيته على المقياس المتعود عليه، مش المقياس العادي، ما في شيء اسمه عادي، المقياس المتعود عليه، هني نعطيه انتباه خاص. لذلك لما قلنا أن نعم هناك صورة إيجابية للاضطرابات الشخصية يمكن تولد نتيجة مرضية للعمل، مثلا إذا قلنا اضطراب الشخص هي اضطراب الوسواس الشخصي OCPD، مش اضطراب الوسواس القسري، هني الشخص اللي يحب يشوف ما بين السطور ينفع، يمكن يكون في مواضيع تختص في دمج بين المواهب لإنتاج منتج جديد. إذا كان الشخص في قلة التركيز المصاحب لنشاط زاد، ينفع في أقسام التسويق، أقسام التوعية، أقسام اللي يكون فيها كثير من
التحفيز الذهني لإيجاد حلول غير اعتيادية وغير هذا. لكن هناك جانب وايد مهم اللي ذكرناه، مثل إذا كان قلة التركيز مصاحب للنشاط الزائد، ما ينفع في مكان، مو ما ينفع، إيش قد ما نقول يعني بنكون حذرين أكثر أن هذا الشخص قد لا يلتزم بالمعايير الخاصة بالسلامة كلها. قد يكون يعني صعب أنه يكون منتج بشكل اللي متوقع فيه لما يكون فيه حدوديات كثيرة. الشخص اللي مثلا يكون احنا نسميه الاضطراب الانعزالي او الانتي سوشيال، او اضطراب اللي يسمونه البوردر لاين بيرسوناليتي، اللي هو اضطراب الشخصية الحدودية، اللي دائما تحب تتحدى وضوع الحدود بين العلاقات فتدمر العلاقات. هني ليش هاي لها جانب سلبي؟ لأن مثل ما نقول دائما في شيء اسمه فريق عمل. طيب إذا هذا الشخص مبدع جدا فيما يقوم فيه، أو إنتاجيته عالية جدا فيما يقوم فيه، لكن ما يعرف يتواصل مع الناس، لأن اضطراب الشخصية الحدودية يفضل يسوي اضطرابات في طبيعة علاقة العمل، فيأثر مو بس بينه وبين الشخص، يأثر بينه وبين باقي الأشخاص، مو بس يسوي شحناء، لا، أسلوب التواصل أو المعلومات في التواصل لما يكون فيها النقص يؤدي إلى سوء التفاهم وسوء الفهم، وهذا له تتبعات وتراكمات أخرى، ناهيك عن التقييم، ناهيك عن الإنتاجية. هني هل معناه أنه ما نوظفهم؟ هل في أبحاث تختص في الموارد البشرية لوضع سياسات كيف يتعاملون معهم؟ أو أنه إذا عرفنا أنه في اضطراب شخصي أو اضطراب مزاجي ما راح نوظفه أصلاً، لأن هذا معناه أنه يمكن نزيد نسبة البطالة، يمكن مروا من وجهة توجيه ريادة أعمال أو أنواع الوظائف الأخرى اللي هي الوظيفة المهنية أو التقنية أو لا، يمكن نحتاج أبحاث تختص في الموارد البشرية وضع سياسات لكيفية تسييس توظيف اللي من يمكن يفصح أن عنده اضطراب شخصية، وكيف نحطيه باتجاه يناسب أن نزيد الإنتاجية. كان معكم أخوكم عبد القصاب، وسلام على القلوب العظيمة.